السلام عليكم. المرة اللي فاتت يلا يا جماعة. المرة اللي فاتت وقفنا لحد الأدينوما. احنا خدنا البابيلوما. احنا بنتكلم عن بيناين إبيديليال تيومرز. تيومرز طبعا إبيديليا. في منها بيناين في منها ماليجنت. بنتكلم عن البيناين. البيناين طبعا الإبيديليا يبقى سيرفس إبيديليا. اللي هو سكويمس أو كونديشنال أو كولامينال. ده شكله صوابع. مش كاتيوليتد. واسمه بابيلوما عشان شكله صوابع. بابيلي. طيب. وقلنا ان الورم ده اسمه سكومر سيكر بيلوما اللي هي الكلوله اللي قلنا عليها او اسمها الفانتر او النفر الحمار وفي ترانزيشن سيكر بيلوما هنتكلم عليها بتفاصيل كمان في الترم الثاني بس دي اكتر حاجه تقلب مالينا انها بتبقى في الرينا سيلفس او في الرينا جلدك وبتتعرض لليورين تخبيط فيها فممكن تقلب مالينا وممكن الضغط بتاع البنكرياس او الجسم اسمها ضغط بيلوما برضه دي بتعمل ميني لأنها تبقى قريب الملك بس فبتقلقش مليجنة قوي اللاينين بتاع كولامنا اللي هي كولامنا كسيرتر بلوم طيب لو طالع الورم الحميد من جلاندولار ابيثيليم يبقى اسمها ادينوما ادين يعني جلاند كوما يعني ورم حميد ورم حميد طالع من جلاند يبقى ادينوما طيب فين بقى الاماكن اللي بنعمل كوما طالع من جلاند ابيثيليم سواء ادينوما ولا بيطلع منين السكران والاندوكراين جلاند بريست الاوفر السيدة جلاند البنكرياس الثايرويد البيتويتري قلنا جلاند دول سوليد اورجن وبيقول لك كمان ممكن تطلع من الميوكوزا جلاند اللي هي مين الميوكوزا مثلا بتاعه الكولون وعندك جلاند بتاعه الكولون اهي تمام بس يا دكتور ادي الميوكوزا اهي لو تكفرت بدل ما في 2 بقى 500 يعمل لك ماس كلها جلاند جلاند متكافئة أدينوما بس خلي بالك أنا قلت لك كلمة أدينوما تطلق على الكاسيوليت الأكبر دي نقول عليها إيه؟ في ناس تقول لك عليها نقول عليها أدينوفافيلوما عشان نقول كلمة صح هي فافيلوما بس طبعتها جلاند متكافئة يبقى أدينوفافيلوما وفي ناس مجازا تقول عليها أدينوما بس أنا ما أحبش كده أنا أحب بقى أوضح الأدينوما دي طبعا من دي سوليد أورجن تبقى كاسيوليت حواليها كبسول محوطة لو ما حاولهاش كبسوله مش هتلاقي صوابع نقول عليها ادينوفافيلوما اللي هي الكوليك اللي هو صباع شكل صباع هو كاتب لك تحت الادينوما خلاص بس هي الادينوما تبقى كاسكوليك دي ما تبقاش كاسكوليك اللي هي جي ال تي والاندوميتريوم عشان كده نقول عليها ادينوما كاسكوليك او ادينوفافيلوما فافيلوما طبيعتها جنان ماشي طيب تعال نشوف بقى واحده واحده اول حاجه الادينوما بس الادينوما ذو اندوكراين اوكسيفاين جلاند لو في سوليد اورجن دايما الادينوما تبقى كابسيوليتد حواليها كبسول يعني احنا قلنا فاكر الثايرويد لو الثايرويد اهي وعندك الاسينايد طبيعيه اهي عندك ماس كده هم متحوطه كبسول وجواها الاسينايد شبه النورمال بالظبط كلها كابسيوليتد دي اسمها ادينوما ولا ثايرويد طيب بتبقى كابسيوليتد جلوبيولر مدوره او اوفر كونتكشن بتاعها يا اما سوليد يا اما سيستيك يا اما سيستيك وفي تافيلي اهي دي بعينيك لما تشوف كات سيكشن دي سوليد ودي سيستم فيها حبر كده سيستم فيها ميه فيشن ودي سيستم فيها فافيلي ده بعينيك لما تشوف طيب نرجع تاني عمليه تصور بصوت ماشي طيب تحت الميكروسكوب بقى في اربع انواع حاجه اسمها سيمبل ادينوما او الجيبلر ادينوما اللي هي عباره عن ايه؟ الجلاند والارضيه في نفس المنطقه يعني ايه اهي؟ يعني ايه بص يا دكتور بص على السبوره دي جلاند متكاثره يعني ادينوما والارضيه كمان بس تقريبا زي بعض اسمها سيمبل ادينوما الريشيو قد بعض طب ايه الفرق بين اللي جنبيها بص اللي جنبيها مين اكثر الارضيه اكثر اسمها فايب وادينوما جلاند متكاثره وارضيه اكثر الاثنين دول تيجي اللي بيدك وبص معايا ما تكتبش حاجه لو سمحت الاثنين دول يبقى نقول لك بالنكت اي لما تقطع بالسكينه سوليد لو سيف الادينوما او فايبر ادينوما لما تقطع فيه ده تحت الميكروسكوب لما تقطع فيهم بالسكينه هيبقى نقول لك كده تعالى نرجع تاني ايه الانواع الثانيه بقى يبقى سيف الادينوما اسمها الثاني تيوبولار ادينوما هي تيوبيولز يعني جلاند ادينوما كونسيست اوف بوليتريتد جلاند جلاند متكاثره لايند باي تيوبويدال او كولامنر ابيثيليم حسب نوع الجلاند هي ايه separated by ارضيه وفايبر فاسكولار سترونا فايبر تيشو ولا تيشو فايبر تيشو والرياضه بس اشهر حاجه البنكرياتيك ادينوما بتبقى شكلها كده سيف الادينوما طب والفايبر ادينوما ده ورم بيطلع في الجناب السنوكو وده ما بتفوت خمس سكشن او بتحصل ايه عليك الاسبوع
الورم ده بيبقى ماكسيمم 2 سم كالسيوليت، بس الارضيه فيه كتيره شويه مش كده ده ناشف اسمه فايبر ادينوما، تكاثر الامبلانت والارضيه. وفي نوعين منه، فير كاناليجولار وانترا كاناليجولار. اشهر مكان ليه بريست، يبقى السيمبل ادينوما اشهر مكان ليها البنكرياس، الفايبر ادينوما اشهر مكان ليها البريست. امال ايه السيست ادينوما؟ فاكر دي لما تقطع تلاقي حفر كده، دي عباره عن سيست. عباره عن ايه السيست؟ شوف دي، بص يا دكتور لو انا رسمت لك احسن من رسمه دي، بص لو انت عندك ادينوما اهي في جلاند متكافئه، بس واحده من الجلاند حوشت سكريشن واتنفخت، فده اللي فيه تبقى لك كده بالنيك تحت الميكروسكوب هنا لاين باي دي ويل او لاين باي دي نمبر. يعني دول ايه انت شايفهم؟ دول جلاند، بس مالهم؟ حوشوا سكريشن وانتفخوا قوي، عشان كده اسمها سيست ادينوما. هي ادينوما وعامله سيست، ليه؟ الجلاند حوشت سكريشن وانتفخت. طيب يبقى دي اسمها سيست ادينوما، تبقى لك بالنيك اي هوفر كده فيها ميه تحت الميكروسكوب تلاقي سيست لاين باي دي ويل، اللي هي جلاند واسع شويه، جلاند واسمها سكريشن منتفخ مع الجلاند سنتر على حوالي 40 متكافئين تبقى ادينوما. طيب في بقى بابيلاري سيست ادينوما اللي هي ايه؟ زيها بس فيها بابيلي، مين بقى لك بالنيك اي؟ بقى لك كده شرط كده جواها اهي، بص النيك دايما تقطع بالسكينه تلاقي حفر، يعني سيست ادينوما، وكمان فيها صوابع اللي هي بابيلاري، وتحت الميكروسكوب نفس الكلام زي دي سيستا اهي، بس كمان طالع لها طبعا بابيلاري سيستا، والاثنين دول مكانهم بالاوفر، سواء السيستا دينوما او البابيلاري سيستا دينوما، الاثنين دول غالبا بيطلعوا في الاوفر. تلاقي الاوفر بص الصيني الاوفر، الدكتور يعمل سونار الى الاوفر كتير. يلا يا دكتور انت بقى بتيجي حصه وتمشي حصه، قلنا التيمر ما عادش فارق فيها حاجه، اسمك كتير. ايوه انت الاء ايه بقى؟ ما انا ما كنتش نزلت الحصه اللي لا حصه التيمر ليها ثمن، في ناس جت تعمل تيمر بس. تعالي هنا في قدام، اعتقد في مكان هنا ممكن تقولي جميع الخلاجات بتاعتكم عامله ازاي؟ طيب عضو خلاص يا دكتور بسمعك على ايه؟ طب انت سؤال، سمعت السيستا دي يوم ايه النهارده؟ ها؟ يا راجل؟ لا رجعتني يوم يا راجل، انت بعت تقرير فيها خلاص بيوتين سيستا اوفر اهي؟ هي سيست لاين باي الكتيجة في الأوفر، تمام؟ الأوفر دي كبير عبارة عن إيه؟ مليان جلاند، وفي واحدة فيهم حوشت سكريشن وانتزعت. طب إيه هي السيست دي؟ أو كورتا كيوتيام سيست اللي أنت شفتها. طيب ما علينا. يبقى ثاني سيست أدينوما إن سام تايبس أوف أدينوما سيكشن أر ريتين سكريشن أر ريتين ليدنج تو سيست دايسيستيك فاليديشن أوف ذا بروليفريتد أسينايد. الاثنين متكاثره واحده منهم حوشت سكريشن او دم. اكزامبل اوديجن سيستادينوم، ولو جواها بابيلي سيستادينوم انريتش الابيثيليا لايننج اوف ذا سيست بروليفريت فورم ان بابيلي، تعمل لك صوابع جواها اللايننج تكاثر وعمل لك صوابع جوه السيست، لما اللايننج يتكاثر عمل لك صوابع جوه السيست يبقى اسمها بابيلي برضه في الاوفر. طب ايه مشكله الادينوما؟ حاجتين، لو قلبت مالينا تبقى اسمها ايه؟ سيستادينو كارسينوم. شي سيست ادينوما لما تيجي المدينه تبقى ايه؟ ادينوكارسينوم، ودي اسمها سيستادينوكارسينوم، حط سيست في الاول. ومشكلتها الثانيه انها ممكن تفرز سكريشن، ما دي جلاند متكافئه، جلاند يدعم طبيعي. فلو فرزت لك سكريشن تعمل لك بقى، لو ثايرويد تعمل لك تيرتسكول، لو بيتريتر تعمل لك بقى حاجه طالعه منين؟ جروث هرمون تعمل لك ادروميا دي ولا شايكان دي ما كذا. يبقى ادينوكارسينوم ولا لا؟ لا وهي ادينوما على فكره الاثنين بيفرزوا، الادينوما بتفرز والادينوكارسينوم بتفرز. ليه؟ الاثنين عباره عن اثنين جلاند متكاثره، سواء جلاند مالينا متكاثره تفرز اكثر، جلاند بلاين متكاثره تفرز اقل، بس الاثنين بيفرزوا. يبقى مشكلتها ايه يا دكتور؟ ادينوما الاندوكراين جلاند ما يفانكشن، يعمل لك ثايرويد ادينوما. تعالى يا دكتور هنا عايز مكان، تعالى تعالى اقعد قدام انت. في مفيش ولا بص فاضي في كرسي اهو، ممكن بص شيفت دكتور شيفت 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 عشان هو يبقى في مكان فاضي في الاخر. ما هو اهو في قدام هنا، اقعد جنبه. اقعد يا دكتور شيف، تعالى اقعد مكانه بقى. يلا. ايوه كده. لا زميلك يعني. شوف ثانية واحدة. مش حاجة تانية أصلاً، بس في جنسيتي. إيه؟ جنسيتي. بس بتفرز زيادة كمان.
وزيادة لأن خلايا بتتغفل أسرع. بتشرد نفسه برضه؟ نفس السكريشن. ما هارمفول نقول لك دايما الملكنا دي ولا هارمفول أكتر. أيوه هي اللي يعمل نفس السكريشن. وممكن يعمل حاجة تانية. نعرف إذا الحاجة اسمها فارغ ليفوس بس هي بتفرز برضه السكريشن هو وممكن يعمل حاجات تانية مش كده بقى. يبقى الكومبليكيشن ده دكتور الأدينوما تعمل لك ايه متر واحد تعمل لك هايبر سكريشن ولو في ثيرويد بقى فاست سكول ممكن تعمل لك مشكله. الحاجه الثانيه لو قلبت مالينا تبقى تعمل ادينوكارسينوما وعلى فكره لو سيستا دينوما تبقى سيستا دينوكارسينوما لو بافيلا بسيستا دينوما تبقى عليها بافيلا بسيستا دينوكارسينوما ولو ادينوما بس تبقى ادينوكارسينوما. الدكتور اللي جاي كده الملخص اللي احنا قلناه ادينوما يعني ورم حميد طالع من جلان وبنقول على الادينوما لو كاسيوريت. طيب لما تطلعي من الجرس سكينة يا تبقى سوليد يعني مش هنفعل حاجة كلها ناشفة يا تبقى سوليد وفيها كده سيستك حفر فيها مية يا تبقى سيستك وفيها بابيلي بس تحت الميكروسكوب بقى لما تعملي شريحة السوليد دي تطلع واحدة من الاثنين دول يا سيمبل ادينوما جلانز وأرضية متكاثرين بنفس النسبة يا إما الأرضية متكاثرة أكثر من جلانز بنسميها فايبو فايبو ادينوما أرضية أكثر دي تبقى النيكت أي سوليد الاثنين دول. طيب واللي كانت سيست جديد النيكت اي تحت الميكروسكوب لو خدت عينك تلاقي سيست اي سيست دي عباره عن ايوسي هي ادينوما جلاند متكاثره واحده من جلاند حوشت سكريشن منتفخ فعملت لك سيست هي دي. طب ايه اللي شكلها صوابع دي؟ هي سيست زي دي بس فيها صوابع اللايننج اللي هو ده تكاثر وعمل لك صوابع جوه السيست مش ما يفرقش حاجه يعني ده مش اوحش من ده هي ايه؟ هي بس اللايننج تكاثر شويه اسمها بابيلاري سيست ادينوما ولما يقلبوا مالينا تبقى اسمهم كارسينوما يعني ايه ادينوما تبقى ادينوكارسينوما سيستادينوما تبقى سيستادينوكارسينوما كلمه ادينوما تحول ادينوكارسينوما البابيلا اللي سيستادينوما تبقى بابيلا اللي سيستادينوكارسينوما. طيب دي صوره حقيقيه فين النورمال ثايرويد دي اللي فيها يا دكتور دي الحته هنا طبعا الحته كبيره انا بس جايب لك منها حته ده الكبسول ودي بقى اللي ورا بص ده كان مدور بقى مدور جوه الثايرويد حته زياده مدوره دي حته منها جزء من السيركل لما تيجي كور انا بقيتها مش موجود انا جايبها بس عشان اجيب لك لقطه صوره واحده يعني انا لما احب اصور مثلا رقبه حضرتك هي حته من دقنك وحته من هنا هي لقطه بس حته من نورمال وحته من ورا. طيب دي الادينايت دي بين نورمال الادينايت يعني الادينايت دي بين نورمال نورمال دي طيب احنا دينو كانت كلكيعة زيادة في الثيرويد، حتة زيادة في الفرعة، ضغط الثيرويد ماس. طيب ودي فايبر دي هو ذا بيست، دي بتيري كاناليكولر اللي هو النوع اللي هو الدكس والأرضية نفس النسبة، ودي الإنترا كاناليكولر الأرضية أكثر عند سكويزنج الدكس، هتاخدها لما ناخد بريست. بالظبط. فايبر أدينوما لا أدينوما بس، أدينوما ذا ثيرويد، اللي هي سيمبل أدينوما. دي تعتبر سيمبل أدينوما يعني بتقولوا عليها فايبر أدينوما لأن تكسر الحاجتين. على فكره سيمبل ادينوما تكاثر في جلاند لا جلاند فقط الفايبر ادينوما تكاثر في الارضيه والجلاند بس هل الارضيه والجلاند متكاثرين بنفس النسبه ولا النوع ده ثاني كان هيك فايبر ادينوما ولا الارضيه متكاثره اكثر تبقى النوع الثاني الكلام ده لو انا عاوز ادرس اللي هي انترا كانالي انا بس بوسط الشرح لما ناخد بقى دريفت هتبقى من فاكره لا الترم الثاني لا ما احنا بس المعلومه دي فقط ان الادينوما دي معناها سيمبل الادينوما خد بالك ودي شكلها جروس دي تبقى سوليد والفايبر ادينوما برضه جروس شكلها سوليد الاثنين شكلهم ايه؟ لا سيمبل الادينوما تكاثر الجلان فقط انما الفايبر ادينوما تكاثر الارضيه بس في نوعين من الفايبر ادينوما في البريس في تيري كاناليكا مش عايز اخش في التفاصيل عشان ما انتهش وانترا كاناليكا التيري كاناليكا تكاثر الارضيه وتكاثر الضغط نفس النسبه الانترا كانت الارضيه متكاثره هترفع في الضغط والضغط ده سبيد بوست انما الكلام ده مش وقت لما انا بخش يعني مش وقتها انت بس تعرف النوعين اللي هم السنجل ادينوما والثاني. طيب دي الست ادينوما بس دي كابيلا على فكره يعني ده الجار بتاعها ده اوفر تخيل كان نص في نص ثاني قطعناه ورميناه عشان نشوف جوه كل دي سيست كانت جلاند في يوم من الايام وجواها كابيلا. طب دي فابيلاري سيستادينوما ولا سيستادينوما بس؟ سيستادينوما بس يعني دي مش بتاعت دي معلش عشان هي بس محطوطه غلط خد الكعبه واحده ودي واحده دي سيستادينوما ليه؟ في جلاند اهي واحده منهم في كتير زيها زي دي
بس دول انتفخوا السكريشن مناخيرهم حوشوا السكريشن وعملوا سيست بس انا السيست ادينوم الناس متكافئه ادينوم بعضهم حوش السكريشن وعمل سيست يبقى السيست ادينوم تمام احنا لسه في الكروس طيب تعال نشوف بقى اللي انت عارفه بقى اللي احنا خدناه قبل كده اللي لو طالعه من الجلاند متكافئه زي دي اللي هو الكولون مثلا دكتور بيبي كده بتاع الكولون وحته معينه فوكس الجلاند تكاثر بقى في 2 جلاند بقى 500 تعمل لك ماس ما اسمهاش ادينوما انا عايش اسم ادينوما ادينوما دي تؤصلت اورجان كارسيوليت اسمها ادينوفافيلوما ماشي في ناس تقول عليها ميوكارسيلما فيلوما ماشي انما هي شكلها فولت صباع بس طبيعتها ايه تكاثر الجلاند ففي ناس تقول عليها ادينوما انما انا اقول انا رايي عشان نفكر بينهم الادينوما لازم تبقى كارسيوليت تبقى اصولت اورجان ما كانتش كده ما كارسيوليت ولا اصولت اورجان ولا عليها فولت او فيلوما او اي اسم ثاني المهم هو بتسميها ادينوما ماشي ادينوما او بيقول لك جلاند مش عايز لك كولوم زي ده من البروجيكت طبعا اليوم هنا الاكل نازل يعورك خلي بالك يعني دي هنا في صاب ميكوزا بس تخيل المنظر دي صاب ميكوزا ودي ماسكيولوزا واليوم اهو هنا لسه في ميكوزا ثانيه صاب ميكوزا ماسكيولوزا الاكل ماشي يعورك اليوم طريق اليوم طبعا ده يعملها انجن وده يعملها فيدن دي لك مين الدريكت ده مع السوق طيب ادي نوع من ميكوزا الجلانسس از ذا كولوم بي بروجكت اون ذا سيرفيس اوف ذا ميكوزا انتو ذا كولونيك ليومن جوه اليومن اند از كولد ابوليت اه شوف كده طلع نفسه ما تقولش عليها ادي نوم تقول عليها ادي نوم بوليت هي بوليت صباع طبيعته تكاثر الجلاند اللي هو ادي نوم شبه الادي نوم لان الادي نوم لازم تبقى كاسكريت بتبقى صوره الاورجن زي الثايرويد زي البيتويتري زي البنكرياس طيب ابوليت مي بي في سايد مالهاش علاقه او ديلانجريد ده شبه الاشكال دي تحت الميكروسكوب الكلام بتاعك وازاي السكوما سيكا في اللوم اللي خدناه كور فايبروفاسكولار يعني هنا تلاقي كور فايبروفاسكولار كونكتد تيشو كور كفر ذا وايت بوليفيريتد جلاند ات از كفر باي كولانر ايبيديليم اند ذا كور كونتينز بوليفيريتد جلاند سو اتس كولد ادينوما تاسفوليت صلح نفسه الاسم الصح بتاعه مش ادينوما ادينوما تاسفوليت هي كل شكلها ادينوما او يعني طبيعتها ادينوما صم ادينوما ذا كولوم هي اكبر باكتيريا ستراكشر اند ار كولد فيلاس رفيعين قوي ده رفيعين اسمهم فيلاس كما يرضي الله فيلاس ادينوما على فكره لما ناخد الكولون الترم الثاني هتعرف ان الجلد ده اخطر من الادينوما الطبيعيه اللي هي مش دي يعني في ادينوما شكلها كده بص الادينوما اللي هي دي شكلها كده وفي ادينوما شكلها كده مين اخطر دي الجلد دي ايه اللي مالينا ده اكتر تعالى يا دكتور احنا مش عاجبينك ولا تعالى خش هنا يلا دكتور شيل ده معلش طب تعالى بص خلاص خليك نحط ده هنا تعالى بعد كده ممكن توصل ولا مفيش مكان اه هنا في اهو بص يلا دكتور شيفت يا دكتور شيفت كده عشان خليها تقع معلش قاعده قدام يعني شيل ازاي معلش بعد كده هحتمل الاقدميه اللي يجي بدري يقعد الاول انت بقعد قدام شويه بعد كده نيجي بقى تيجي الاول انا عايز الدكتور ما علينا ثاني يا دكتور في نوعين من الادينوما لما ناخد الكولون في تيوبلر ادينوما وفي فيلر ادينوما دي اسمها تيوبلر ليه الطرف بتاعها بلاستري او تحت الميكروسكوب هتلاقيه مش مدبب يا دكتور مش مدبب بص دكتور شايف ده مش مدبب لو مدبب فيلر ده اخطر ده ليه ده نسبه ان ايه اللي مالين ما اعلى من ده في فيلا قديمهم بعدين مش مهم مش الكلام ده مش عليه هو بس بيقول لك ان بعضهم شكل بيبقى فيلا ده اللي انت عايز تعرفه لحد دلوقتي وبعضهم شكل يبقى مفلطح كده تيوبر انا بقول لك بقى ان الفيلا ده اخطر نسبه ان ايه اللي مالين ما اعلى من التيوبر يعني لما تلاقي الواحد عنده قديمهم طلع فيلا خلي بالك ممكن تقدر مالين التيوبر لا نسبه ان ايه اللي مالين ده اقل معلومات بس خدها بص يا دكتور ايه دي ايه دي ده كولون مفتوح ومليان بوليفاي بص ده بروست كولون 2 3 4 5 6 7 8 9 كل دول بوليفاي بقيت الموبايل لو خدت منهم واحده عملتها شريحه تطلع كده ادي الكولون بيكون اللي انا رسمها لك اهي دي 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 ما رقبه للبوليفاي الستيجيتال او الاستاك عشان في العمل ساعات شويه لك عليها سهم كده يقول لك ايه دي مش عارف ايه انت بتقول ايه دي ستاك اسمها ستاك او الفيلي رقبه للبوليفاي طيب هو النك طيب ماشي ودي الفول النك الجلاند شبه الجلاند الاصلي هتبقى فول طيب
ودي زيها نفس الكلام دي ولا زي لان شبه الاصلي. طيب تعالى بقى نخش على احنا كده خلصنا الدماج بالديجل، خدنا يا اما كابيلوما يا اما ادينوما، والادينوما لو طالعه من سوليد اسمها ادينوما، لو طالعه من سيرفس زي الكولوم مثلا يستحسن ما تقولش عليها ادينوما ولا ادينوما تاسكولا. طيب تعالى نشوف بقى المالجنت ديزيلر تيومرز، يعني واحد بيجي عنده ديزيلر سواء سيرفس او سوليد اورجان وقلب مالجنت. تعالى نشوف مالجنت ديزيلر تيومرز بنسميها كارسينوما، دي اول حاجه تعرفها، يعني الابيديليم لما يميل للمالجنت اسمه كارسينوما. كارسينوما طالع من سيرفس ولا كارسينوما طالع من جلاندولر؟ من سيرفس زي سكويما زي كونديشنال زي كولاندا زي سكويما سير كارسينوما هو هنا موجود هنتكلم عليه دلوقتي، او بيزا سير كارسينوما دي هناخدها في السيرفس تاني بتطلع في سكين فقط. البيزا سير كارسينوما هو السكين، انما سكويما سير كارسينوما اي سكويما في الليب. هو في سكويما غير السكين ولا لا؟ طبعا احنا قلنا قبل كده السكويما مش موجود فين، مش كده فاكر لما قلت لك؟ هو ده وقت يعني طلع السكويما سير كارسينوما فين؟ هتعرف دلوقتي لما ناخدها. طيب في كونديشنال سير كارسينوما، خلي بالك ان الكولاندر دايما في جسمك بيفرز، حتى الكولوم ده كولاندر بس بيفرز نيوكلس فيعتبر جلاند، عشان كده بنحط طبعا كارسينوما او جلاند يبقى ابيديم. يبقى السيرفس ابيديم لما يقلب مالجنت يا سكويمس انه ما بيفرزش، والبيتا ده في السكين اللي ما بيفرزش، والترانزيشن اللي مش بيفرز سكريشن. لو بيفرز سكريشن يبقى جلاند، يبقى نحط طبعا ثاني واحد جلاند كارسينوما او جلاند يبقى ابيديم، ودي بنسميها ادينو كارسينوما. انما الكارسينوما طلع من سكويمس ولا سكويمس سير كارسينوما. من البيزل ايرو ذا ايبيديرمس بنسميها بيزل سير كارسينوما، طبعا بيزل ايرو ذا ايبيديرمس. لو ترانزيشن وهي ترانزيشن سير كارسينوما. طب والكولامنر؟ لا الكولامنر بيفرز يبقى جلاند، حتى الكولامنر بتاع الكولوم ده تيجي بيفرز قضيه النيوكلس فنقول عليه ادينو، طالما جلاند يبقى ادينو كارسينوما. في بقى ادينو كارسينوما اوف ذا بريست، ادينو كارسينوما اوف ذا ستومك، ادينو كارسينوما اوف ذا كولون، اي حته جلاند بيفرز او كولامنر بيفرز يبقى ادينو كارسينوما. لما يبقى ادينو فبتبتدي واحد واحد، اول حاجه سكويما سير كارسينوما. السكويما سير كارسينوما يا دكتور مهم جدا جدا، سؤال خطير في الامتحان، عشان كده بقول لك مفيش حصه من كيما اتفوتت يا دكتور الاء، كل حصه هي اسئله الامتحان ماشي بالظبط. طيب السكويما سير كارسينوما يطلع سرطان السكويما اينما وجد، اشهر مكان فين يا دكتور محمد؟ طيب خد معلومات عندك بقى، اكبر نسبة سرطان في العالم في الجلد في جنوب افريقيا واستراليا، افتكر ليه يا دكتور؟ لا لا لا، اللي عايش في جنوب افريقيا واستراليا الانجليزي معظمهم، معظمهم مين؟ طب الانجليزي ربنا خليهم فين؟ انجلترا. طب انجلترا فيها شمس؟ لا هم ما فيهوش سكين، ما عندهمش ميلانوسايت. طب تروح تنقله في حته ربنا خلقه هناك عشان مفيش شمس كتير، تروح تنقله حته بقى جنوب افريقيا واستراليا بنلاقي شمس طول السنه زي مصر. جسمه اللي هو ما فيهوش من الموسايكس بيتعرض لالترا وايلد ريز فيعمل بوز الدي ان ايه فيحصل له سرطان في الجلد. اكبر نسبه سرطان في الجلد في العالم استراليا وجنوب افريقيا بسبب ان الانجليز اللي عايشين هناك اصلا مش مكانهم، ده فيرست تيم ما علينا. طيب يبقى عمليه نسيمه وتراجيفاي سكيمس ابيثيليا اينما هو فين بقى؟ في السكين، في اي حته سكويمس ميوكاس امبرين، يعني ايه؟ بص الليب احنا قلنا كل دي سكويمس، الليب الطن الماوث الفارنج اللارنج الصفر، ومن تحت الفاجينا والاكتوسيرفكس والانس. تاني حاجه ده الكلام ده قلناه لما خدنا انواع السيلز لبايل سيلز سكويمس وعديتهم، بتقول له انت اللي عديهم لي ليه؟ ما هو جت وقتها تاني على لازم تعرفه ان ممكن يحصل منهم سكويمس سكر سينوم. طيب ثالث حاجه من اي حته تحصل سكويمس ميتافين، يعني ايه سكويمس ميتافين؟ دي كانت حاجه ثانيه وانا مش سكويمس. زي ايه بقى؟ واحد بيشرب سجاير السموكينج في اير ترانس توكسنز حواليه وصول الزفاف كلها مرسيدس بتاع البرونكاي الى سكويمس. لو فضل يشرب سجاير يقلب إيه سرطان سكويمس سكر سينوم. واحد عنده بيهاريتسيا او عنده حصوه في البلاده الاوضه بتعمل توكسنز او الحصوه عماله تحك في البلاده فيتحول الترانزيشن الى سكويمس هي السرطان سكويمس سكر في البلاده وهكذا. واحد عنده حصوه في الجول بلاده في كولامنر، على فكره الجول بلاده كولامنر تحك في الكولامنر بتاع الجول بلاده من جوه تحول سكويمس سكويمس بتبديل فهي السرطان في الجول بلاده سكويمس سكر في نوم. يبقى اذر ميوكاس امبريز اون توب اوف سكويمس ميتافيزيا زي سكويمس سكر سينوما او يورينال بلادر اون توب اوف سكويمس ميتافيزيا بسبب الهيرفيزس، او سكويمس سكر سينوما في البرونكاي الشعب الهوائيه بسبب سموكينج، او سكويمس سكر سينوما في الجول بلادر بسبب ستونز حصوه. كل دي امثله اي حته فيها سكويمس ميتافيزيا.
طيب اللي عرضك بقى اللي يجي لك في السكين اشهر سبب برونجد اكسبوجر تو سان، وزي ما قلت لك اكبر نسبه سرطان في العالم في الجلد في دول افريقيا واستراليا، قلت لك السبب ايه. طيب وتاني حاجه تعملها كده لو عندك سكوماس بتافيزا في اي مكان او ليوكو مين فاكر ليوكو بليزيان ليوكو ان وايت دي كان باتش وايت باتش كانت دي سببها كرونيك اليفيشن كان والله لو سنه بكتير عامله اليفيشن مزمن. طب ايه اللي حصل؟ كان عندك حاجه وقلب سكوماس او كان عندك سكويمس ومن كتر الاكتشاف طبقاته زاد وعرفك كراتيناين يا بابا ساعتها قلت لك وكان مكتوب عندك في الكتاب حاجه واحده ان هي حاجه وقلب سكويمس، لا ممكن يكون سكويمس اصلا بس من كتر الاكتشاف طبقاته زادت وكراتين زادت، فالاثنين يبانوا لك حته لونها ابيض وايت باتش ومن كتر الكرونيك اكتشاف يقلب مالينا بعد شويه دي ليكو بليز. نقف هنا بقى لان في حته احنا نسينا نقولها ومش مكتوبه بالكتابه، انا نسيت عشان مش مكتوبه بالكتابه. عايزك ترجع معايا الكتاب معلش على اذن حضرتك يعني انا تعبت من وراه عشان الحته دي هي مظبطه من الكتاب وانا قلت له صرحوها في النسخ الجديده موجوده في الكتاب. نرجع تاني فاكر الفرق بين البنايه والماليجن؟ في حته انت وقعت شويه منها وعدت عليا انا نسيت اقولها وكان المفروض اقولها عشان دي مش مكتوبه فهي مش موجوده عندي في البرزنتيشن. تمام غلطان. تعال معايا كورا للمالينا نشوف بعد اذنك. بروف هو ده صح حبيبي جاي المفروض الكاركتريستيك للمالينا تيومرز ان تيومرز كاتش جروث فيتشرز. ليه بقى؟ هو قال لك الورم شكله ايه؟ المارجنز قلنا ان ديفايند وريجولر ماشي الكلام ده هنستخدمه ده مش لا ده مهم عشان هنقوله برضه تاني كمان شويه. قلت لك الورم يبقى ايه ريجولر يعني ايه؟ الورم شكله كده. بص انت بتتكلم مثلا عن ليفر، الليفر ده سوليد بروبلم وعلى فكره ليفر ابيثيليم انه بيت بايل فهو بيفرز يبقى ابيثيليم يعني الهيباتوسايت ابيثيليم الليفر ده بيت جلاند. ما علينا لو طلع سرطان منه يبقى شكله كده ايه ريجولر ان ديفاين انفلتريتنج قلنا ثلاثه اي ساعتها ايه ريجولر يعني ملوش شكل ان ديفاين يعني مش محدد البدايه والنهايه بتاعته انفلتريتنج يعني متغلب نون كاتشريتد انه مالينا ولهم ريش وايت. ما علينا ده لو سوليد اورجن اللي مش مكتوب عندك هنا بقى طب اسمه ورم سرطاني في الابيثيليوم ده كلام ده بقى سكويمس بس واحد في الجلد بلاقيه سرطان يا محمد واحد في الجلد بلاقيه سرطان خد شكله كده؟ لا طب سوليد اورجن سرطان المالجنا لو سوليد اورجن شكله irregular indefined infiltrating ثلاثة اي ثلاث كلمات اقول له قاعد نون كاتشريتد انما لو فتح في السطح ايه الفتح يعني سكين او استومك لو انت عندك استومك اهي طالع منها المالتيف بلاند شكل ايه بقى البلاند ده ايه السرطان؟ دي ثلاث اشكال يا اما الورم السرطاني لو طالع في سطحي عامل كده بص اللي شافها قال لك تشبه الكرومبا ايه ده؟ مين يعرف كرومبا؟ خدتش كرومبا قبل كده؟ فانجيتنج يعني فوق السطح كولي فويد يعني مكور كولي فلور لايك هو وصف كده شبه الكرومب كولي فلور ايه؟ كولي فلور لايك هو موجود كده في التكست بوك الورم السرطاني يا دكتور لو طلع من سطح اول سطح شبه الكرومب يعني ايه؟ فانجيتنج كولي فويد كولي فلور لايك هات و بروجيكتنج اوفر ذا سيرفس اند انفيدنج اندر ذا سيرفس وطبعا بيبقى كيرف ناشف ولونه جاي شويه في الكلام يا دكتور. طيب وممكن نطلع الشكل ايه تاني؟ ايه؟ ولا الارمابيل اسمه ايه؟ لا كروم ده اسمه كروم ده اسمه ايوه الارمابيل يبقى الارمابيل معلش طيب انا ما اعرفش العربي اللي هو الارمابيل ها؟ المهم ارمابيل او السرطان يبقى شكله ايه؟ بص يا دكتور عامل كده لا دكتور لو سمحت عامل لك قرحه اوسط بس مش اي اوسط قرحه بالصفحه حفره الالسر بتاع السرطان مختلف عن اي شكل اوسط في ليها مواصفات ايه بقى المواصفات يا دكتور مش موجود في الكتاب ما هو وقع على الكتاب كان المفروض يكتبوها هنا انا بقول لك شكل الورم السرطاني ايه هو كتب لك بصوره اوردر فما كتبهاش سيرفس بس كده لان ما
في اي كتاب موجوده لو السرطان طلع في سيلر شكله ايه لو وصل الاورجان شكله ايه irregular is defined in treating non capsulic issue ماشي لو طلع في بطن مش مكتوب واقع من الدرس فتعال نشوف بقى اول حاجه شكله المريض fungating polypoid polyflower like mass projecting above the surface and invading under the surface ثاني حاجه شكله الفا اسمها مليمه الالف بس الالفا المليمه دي مواصفات اللي هي ايه بقى خلي بالك اول حاجه الايدج خلي بالك انت الصفحه اهو تيجي تمشي كده ناحيه الالفا تظبط ليه الايدجز هيز واذا الالفا يعني ايه يعني حضرتك ماشي في الصحراء عطشان لقيت جيل في ميه قلت كويس بس الجيل ده اللي بنعمل ايه على سطح الارض بص يا دكتور راح عامل سور والسور ده قلب لبره فانت لو مشيت تتوخره في السور لازم تطلع من فوق السور وتخش في ميه جوه يبقى الايدجز اللي هي الحواف بتاعت الالسر غير والسطح وايفرت القلب لبره تخش جوه لازم تعدي السور ده تنط من فوق دي اول حاجه طب والارضيه بتاعته لما تحط الجهاز ده بالجرجل وتنزل الارضيه تبقى رف ونكروتك رف يعني خشن نكروتك يعني فيها حتت ميته رف نكروتك فلور وخلي بالك دي متغرجله تحتيها بص بص سرطان ولكن كمان تحت يعني ايه يعني لو عندك عظمه مثلا السرطان متغرج وماسك في العظمه فتيجي حركه الالسر تلاقيها مثبته لانها كما جبت مسمار وثبتها في العظمه اللي تحتيها متغرجله ماسكه فيه دي اسمه ايه بقى اللي احنا اسمه البيت يعني انجوريتد يعني ماشي فيكسد يعني ما اتحركش انجوريتد فيكسد دي ثاني كل حاجه ليها كلمتين الايدجز ريزد ايفرتد ريز ايفرتد يعني قلب الضرب الفلور لما تحط صباعك في الارضيه تلمسه ده الفلور راس خشن ونكروتك في حته ميته فلتتها والبيز اللي هو تحت اعرفه ازاي؟ احرك الارض لا ما اتحركش البيز انجوريتد ماشي فيكسد يبقى رأس ليز inverted edges رأس necrotic floor indurated fixed base دي مواصفات الألسر السرطانية في بقى فيتك ألسر في كويل ألسر في تي بي ألسر كل ألسر ليها شكل لما تعرف منين أو تشك منين إن الألسر دي سرطانية لازم الـ edges هقول شكلها بقى كل الكلام ده بنقوله مش هبل هقول شكلها بقى ليز either ولما تحط صباعك تحت الفلور بتاع رأس ونيكوتك خشن وفي حتت ميتة والبيز اللي هو تحت ده ماسكه تحت ده مش هتقدر تشوف لان ده تحت الفلور طب اعمل ايه؟ احرك الالسر اللي هي ماسكه فيكس ماسكه في التحتيه وانديوريت ماشي طيب ده تاني شكل طب تاني شكل بص من احد بس واحد بقى سطح اهو سرطان عامل كده ايه ده؟ مش عامل لك حاجه فوق ولا قرحه ولا كرومبه ولا ارنبيط ولا حاجه امال ايه؟ ده نوع ايه؟ انفلتريتنج متغلغل بس تحت ده اخد بس واحد فيهم طيب بس خلي بالك من حاجه لو طالع في هول اورجان زي الاسوفاجس مثلا سرطان شكله كده يبقى ساعات بيغلغل بالعرض هيعمل لك المنظر كده بص ده الاسوفاجس اهي السرطان اللي قلنا عليه عامل كده بص متغلغل اورجان يعمل ايه باليومن سبيتش بيرك سبيتش الكلام ده بقى ابلاي في اي هول اورجان لو السرطان شكله انفلتريتنج هول اورجان وتغلغل بالعرض اسمه انيولار انيولار يعني مدور بيعمل لك ضيق في الاسوفاجس او ضيق في الكولون وتفر بقى لو تغلغل بالعرض اشهر حاجه الاسوفاجس ليه؟ عشان ضيق كولون واسع شويه والستومك واسع ما ينفعش يعمل فيه الحركه دي حتى لو تغلغل بالعرض صعب لان اليومن واسع قوي انما في الاسوفاجس اكتر حاجه اسمها ايه؟ انيولار سبيتش يبقى ثلاث اشكال لو سرطان طلع في السطح ده المفروض تكتبه على هنا او تيومر انسايد او ارايزنج فروم ا سيرفس شكله حاجه من ثلاثه فانجيتنج بوليفويد كوليفلاور لايك ماس بروجكتنج اون ذا سيرفس وانفيدنج اون ذا سيرفس او شكله الالتر مليان الارض شكلها الالتر ليها ريز ايفرت ايدجز اوف نيكروتيك فلور ان ديوريد فيكسد دي او انفيلتريتنج انفيلتريتنج ده اصله زي ده يعني irregular in defined infiltrating non capsulating ليش واي بس لو تغلغل بالعرض annular يعمل لك سيج هو الغم ها؟ ايه؟ مليك؟ لا انا هجيبه لك مكتوب احسن يعني حضرتك الحصه الجايه بلغني يعني بكره النهارده بالليل تقول لي عايز الكلام ده اجيب لك ورقه توزع عليك وانت بكتبها تحت دي طيب نرجع بقى اللي احنا كنا فيه يا دكتور خلاص ليه بقول لك الكلام ده؟
من تعال نشوف بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو السكوما كارسينوما، لان جه وقتها كان المفروض نقولها ساعتها عشان ما نقولهاش المره دي. السكوما كارسينوما يا دكتور شكلها ايه؟ شكلها حاجه هي طالعه من سطح، يبقى واحد من ثلاثه دول اللي احنا قلنا عليهم بقى. بروكسي سرطان لو طلع في جلد سكويمس او في العينه او في اي حته في السكويمس ميتافيزيان اي مكان، السكويمس قلب ماليجنت من سطح لازم السكويمس يبقى سطح، يا اما كونجيتنج بوليفويد يا اما التريتنج وكله شكل الالتر بريزي انفيرتد انجز رقم كود فلور جينيتكس، يا اما انفيلتريتنج ولو طلع في حته زي الاسوفجت انيلر هيعمل فيلتر. طيب وتحت الميكروسكوب سيجي اللي في ايدك، خلي بالك يا دكتور ان دي كان الاشاره ال خلاص هفتح ده السوما سكه في نوع عليك سلايد العمل او النهارده عامل ساعتين على فكره، فاحنا هنشوف ده العمل بتاعنا السلايد اللي عليك. بص بقى يا دكتور ركز معايا عشان دي محتاجه تركيز دلوقتي. كل السكين احنا دول طالع من السكين اشهر حاجه سرطان الجلد نتكلم عليه السوما سكه في نوع ادي البيزمنت ميمبرين اهو لونها ازرق كده، والبيتا لاير لونها ازرق. قلت لك ليه لونها ازرق؟ عشان الدي ان ايه بتاع الخليه التحتانيه البيتا دي بتاع خليتين اللي يوميا بتتكاثر، الطبقه التحتانيه دي يوميا بتعمل طبقه جديده فلازم تتكاثر كل يوم، فلازم الدي ان ايه بتاعك الخليتين فهي على طول دي ان ايه بتاعها زياده ازيد من اللي فيها لهم دول اسمها البيتا سيل لاير. في طبقه اسمها جرانولار مش مهم ببساطه كده، وبعدين في كده ده النورمال. بص بقى اسم ايدك عشان اقول ما كانش دي واحده، نفترض ان الحته دي هتقلب مليون تعمل ايه؟ بص البيهيفير نمره واحد تنفصل ثم الطرفين بتوعها هيلفوا يمسكوا بعض يعمل لك حاجه مدوره من بره كده. طيب فتعمل لك ماس وبعدين تروح عامله انفيجن للبيزا زيرو بالاتنين، ما ده مالينا كانت مالينا يعني ايه؟ يعني هتعمل انفيجن تعمل بتاعتك، فعملت انفيجن للبيزا بالمريض. طب لو ما عملتش انفيجن يبقى اسمها انسايت، لو انت فاهم لازم تعمل انفيجن. لما تعمل انفيجن تعمل لك ماس مدوره كده. ثاني يا دكتور اول حاجه انفصلت الطرفين بتوع لما انفصلت دول راح لابسين مدوره ماسكين في بعض، يبقى مين الطبقات بره؟ الليل الازرق سوري الازرق يعني ليها مين الطبقات؟ البريك السلك يا ليها مين في جوه خالص؟ الكيرف الكيرف بيبقى ملف كده. ثاني ثاني عشان الدكتوره مش مقصوده الاف دي فصل والطرفين بتوع راحوا داخلين لبره يمسكوا بعض يقول لك ناس مدوره، مين يبقى بره خالص الطبقات؟ الازرق بلا ليه يا ليها مين؟ الطبقه اللي في النص اسمها بريك السلك وفي النص مين خالص؟ كده كل دي مالجنة على فكره. يلا يا دكتور طيب خلي بالك بقى الماج دي اللي شافها قال لك كده في الملفت كده وده شبه عش العصافير ده، العش يبقى فيه قش ملفت كده هسميها سيل نست. الله يعني عش العصافير اصلا الباثولوجي كله تشبيهات، وعلى فكره دي حاجه حلوه ومش وحشه يعني اول ما تسمع سيل نست هتفتكر اسمها فكره سينوم خلاص معروف كلها تشبيهات كده. طيب احنا بالنسبه لنا كنافه لايك راجل في رمضان بيعمل كنافه ازاي؟ ده فالت الكيرف اللي جوه ده اللفل زي الكنافه. طبعا اوعى تكتب كنافه بالامتحان هي اسمها سنس عيش العصافير في التكست بوكس. طيب بتتكون من ايه بقى تاني؟ خلي بالك ان البيزا دي نورمال، انما دول مش نورمال دول مالينا اسمها ايه؟ اسمها البيزالويد. هو الزرقاء دي بقت مالينا خلاص هنقول عليها شبه البيزا، هي بيزا بس قبل مالينا يبقى بيزالويد تاني. طب ودول كان اسمهم ايه؟ اسمهم بيكن. لا هنقول عليهم شكلهم بوليهيدرال سيل، شكلهم بوليهيدرال. يعني ايه بوليهيدرال؟ بوليهيدرال اللي هو الشكل ده ده اسمه بوليجونال مدور ده بوليهيدرال اللي هم دول. طب والكيراتين اللي جوه ده؟ الكيراتين الملفلف ده قال لك ده شبه مين البحرين هنا؟ شبه اللؤلؤه دي اللي جاهم البحرين تعمل طبقه طبقة طبقات. كانوا على كيراتين دي دوار اللؤلؤة اللي شالوه كيراتين
بير جمع بير اللي هي الآلف او كده في الدير الواحده على دي لما كذا واحده بقى كذا غير الناس بس طبعا مش واحده بس في كذا غير الناس تاني الاسكوما سيركل سينوما عشان تلاقي تحت الميكروسكوب هتلاقي الابيدرمس سن تحتيه بالدرمس تلاقي انفيجن انفيجن اوف ذا درمس ده بقى مالجنت ماس شكلها ايه مالجنت ماس شكلها في الناس عباره عن ايه فورمد اوف اوتر بيزالويد سيلز انر بوليهيدرال سيلز وسنترال لامينيتد سيركل بنقول عليه كده في الـ خلي بالك لازم اي ادي اول مره جينا بقى عندما يذكر المالينسي لازم اكتب الانافيش بمعنى هتقول ان الخلايا اللي بتكون السيل فيها الفولوينج كاركتيريا هايبر كروماتيزم بلايوموفيزم انفيز انتيريشن اب نورمال مايتوزيس فاونا ديبيولاريا قاعده عندما يذكر المالينسي في اي مكان سواء نظري ولا عملي لازم اقول ان الخلايا السرطانيه فيها المواصفات الاتيه اللي هي ايه شكلها غامق هايبر كروماتيز مختلفه الشكل والحجم فيها مورفيز فيها انكريز انسيريشن نيوكلس كبير وان تو وان فيها ابنورمال مايتوزس مايتوزس كبير وشكله غريب وفيها برومينال نيوكلاي ولوس اوف بولاريز لو ابيثيدي لازم اكتب الحاجات دي كلها عندما يذكر الحاجات دي عشان ما تقولش انا غلطت في الامتحان مش عارف اكتب كويس لا مش كاتب كويس انت كاتب هنا ما تكتبش الفيتشرز اللي فيه موضوع ما لينا نسيت تكتب فيهم ان هما فيهم فيتشرز غريبة انا بقول لك عشان اللي بيصنع يبقى قدامه نموذج بيصنع عليك لازم عندما يذكر المالينسي اكتب المالينسي تاني بقى تعالى نقرا مع بعض الكلام اللي انت مكتوب عندك في الكتاب الموجود في الكتاب تحت الميكروسكوب ده الديرمز ده لو بتتكلم على سكين طب لو مش سكين لو الانس مثلا ولا بتتكلم على سكويمس شفتوا كلام على الاسوفاجس يبقى السبميكوز سواء الديرمز او السبميكوز الانفلتريتد باي مالجنانت ايبيثيليال سيلز لو شكلها ويلد ترانشيتد اقول لك اكيد دلوقتي اسمها سنس شكلها ايه سنس كونسيست اوف مالجنانت سيلز ريكابيتوليت دي غلط اه صلح دي ريبتكيت يعني ثقافه غلط هي ريكابيتوليت يعني محاكم ريكابيتوليت محاكم مكتوبه غلط هي عندما قال انا غلط ريكابيتوليت يعني تحاكي The organization of the normal epidermis يعني نفس الطبقات بتاعت الإبيدرمس بس مالينم اللي هي بقى The periphery of these cells show basal cell differentiation اللي هي اسم بنقول عليها بيزالوي سيل followed by prickle cells بنقول عليها polyhedral cells وبعدين الجانب لو قلت لها طبقة كده رفعها مش مهمة with the center of the nest showing whirly يعني lattice keratin اسمها keratin دي طب خلي بالك بقى نقص هنا بقى فاكر لما قلت لك ان الكارسينوما او المالجنس بنشوفه قد ايه شبه الاصلي ونقسمه جريد 1 ويل ديفرنشيتد جريد 2 ويل ديفرنشيتد جريد 3 فولي ديفرنشيتد جريد 4 ان ديفرنشيتد تعالى نطبقه هنا هو السن دي دي تحاكي مين؟ تحاكي النورمال ليه؟ فيها طبقات النورمال فيها بيزالويد زي البيزا فيها بريكل زي البيزا فيها بوليهيدرا زي البريكل فيها كيراتين زي السن فيها كيراتين البيز زي البيزا طيب كل لما الاقي سن نس اكتر يبقى شبه الاصل فواحد اسمه بولفر واخد بيته قال لك اعمل كلاسيفيكيشن انت عندك ورم كونفيعه كده كرومبه او ارمابيد هشيلها واخرطها واعملها كلها شرايط واتفرج عليها لو لقيت من 75 ل 100% موجود سن نس ورم يبقى ده شبه الاصل يبقى ده اسمه ويلدفرانشييت او جريد 1 لو لقيت من 50 ل 75% يبقى ده مودريت دي سي ان اس متوسط يبقى جريد 2 لو لقيت 25 ل 50% بس سي ان اس مش كتير قوي ده شبهه من بعيد فولي ديفرنشيت لو ما لقيتش سي ان اس خالص اب تو 25% يبقى ده اسمه ان ديفرنشيت او انا بلاس مش شبهه خالص يعني ايه مش عامل سي ان اس يعني بص ثلاثه اربعين شكلها كده لا في كيراتين ولا في مين انا ما لناش انجوكس مش ممكن تقول ان دول اصلا طالعين من دول مش شبهها خالص يبقى مفيش سن اس زيرو او لقيت واحده كده كل فين وفين يبقى اب 25% اسمها اندفرنشيتد او انا بلس طيب في معلومه مهمه كده طبعا مين اوحش يا دكتور؟ طبعا اندفرنشيتد او ليه؟ سهل قوي نط جوزات بس يعني عشان السن اس دي كبيره تمشي بحجمها الكبير ده وتعمل طريق وتخش جوه بلاد فيسل وتنط في الدم وتعمل ميتاز تاخد وقت. انما مين سهل الحركه؟ الاندر فرانشيت دي خلايا قليله ماسكين في بعض وخفيفه الحركه تقدر تنط في بلاد فيسل بسرعه ده الكلام ده قد كده. طيب كلامك صح بس من العجب العجاب
ان لو اديت راديشن مين يستفيد اكتر؟ ده يعني علاج السكوما سيركا سينوما راديشن لو هي اندر ترانزيت. ثاني بقى ليه؟ وجود الكيراتين ريزيست بنتريشن اوف راديشن. ف يبقى علاج لو هو ويز ترانزيت عاده ايه؟ كيمال سينوما سيركا. لو هو اندر ترانزيت عاده راديو ثيرابي. ليه؟ لو هو ويز ترانزيت اللي هو احسن. يعني ايه احسن؟ يعني ما انتشفش السرعة، ما موتكش السرعة، ما نوتش الدم سريع، الاستفادة غير بتاعك احسن، اللي هو يقعد مينيمو 5 سنين، انما ده مفروض مينيمو 6 شهور يموت، مكرم من 6 شهور، اللي هو قمت تنشيط او عش واحد. بس عايز اقول لك على حاجة، لو ديت اشعاع ده يستميل اكتر، مفروش رديء، مفروش كرب، فالاشعاع يخش يموت الخلايا. بينما ده لو ديت اشعاع، لا، ما مش عارف الكلام ده، بس انا بقول لك ان الكيرف اللي موجود انفيزيت بنتريشن بتاع الاشعه وما جيبش نتيجه. طب عارف ده ايه؟ بالكيموثيرابي بلاش اشعه، دي ماده كيميائيه موت الخلايا السرطانيه. يبقى ده مناسب ليه اكتر للراديشن، ده مناسب ليه اكتر، مش مهم المعلومه يعني، مش مهم خلاص. طيب هو بيقول لك الى في اللينز ديفرنشيتد نيوبلاز الا فيور سنس فورمنت اند ان بلاستيك كارسينوما ما فيش خالص. انا بلاستيك يعني اوحش حاجه من الشباب خالص، ميبي ما فيش سنس نهائي. بص دي الاشكال اللي انا شرحتها لك من شويه، ده لو ورم حميد مثلا في الاستومك شكله ويل ديفاين تيرسيوليتد. انما ده مين بقى؟ ده الفانجيزنج بوليفويد كوليفلاور لايك مان. وده مين؟ التريتنج كارسينوما اللي عامل الالتر. وده مين؟ انفلتريتنج المتغلغل بالوز. دول الثلاث اشكال احنا قلنا. ده لو ورم حميد شكله كوره او وايت او بلاكيد لا دي حته سكالب نورمال احنا عايزين الشعر يزيد، الشعر هو باين انه محلول. ده السرطان شكله ايه بقى؟ الايدج ريز انفيرتد ايدج والفلور رابط كود الفلور. في احلى منها ده جار عليه برضه، في ايه؟ واحد عنده سرطان في ايده، السرطان شكله ايه؟ قرحه اوسخ. طب ده نورمال سكين يمشي كده؟ تخبط تلاقي ايه ده؟ ريز انفيرتد ايدج. طب تحط صباعك كده ايه؟ رابط كود الفلور وفي علاقه بالعظم تحت بتاع ايه؟ الجينيز فيكس دي ما تحركش خالص. بجر عليك على فكره. طيب ده بقى تحت الميكروسكوب اللي هو السن. طب دي رسمه لايه؟ اهي السن. انما دي حقيقه اللي احلى منها دي. اوتر بيزالوين دي الزرق. اينر بوليهيدرا سيلز اللي تمثل البريكس. وسنترا لامينيتي كيرف اسمها كيرف من فيه. دي تحفه النيرف بتاع بلادها سوي مصير كارسينوما النيرف. وده بالهاي باور. لو جبت دي بقى دي بالهاي باور الخليه عامله ازاي؟ بص الخليه دي هايبر كروماتيزم الرئه فيها مفيد بشكلها مختلف عن اللي جنبيها. في فيلتي انتريش موسيلوبلس وفيها برومنت فيور فيها مايكوز. بص المايكوز ده في الراس وهنا في مايكوز كل الغائب ده مايكوز هنا مايكوز. فيها كل الموبقات، فيها كل الفيتشر اللي بنبليه. يعني الخلايا السرطانية دي لما تكبرها في أشكالها كده. هليك. طيب. قلنا بودر بيقسمها إلى جريد 1 75% في النفس، جريد 2 50-75%، جريد 3 من 20-25%، وجريد 4 اللي هو البلاستيك اللي هو وحش واحد 0-25%. وطبعا الورم ده الدكتور سبريد ازاي؟ انتشر في الجسم ازاي؟ لوكال يعني هو كرومبا يكبر او اكثر تكبر كلوكال. لينفاتيك يخش لينفاتيك. طب يفضل مين يا دكتور؟ ده كارسينوما يفضل لينفاتيك. مش كده في دماغنا قوي. ثم في النهايه لينفاتيك بتصب في البلازما. طيب ثاني مين يستجيب اكثر للاشعاع؟ يعني واحد في دول ها؟ اه وحش. ليه ما فيهوش كده؟ دي معلومه بس طبيه مش عليك مش مكتوب حتى في الكتاب. طب مين يستجيب اكتر للكيمو ثيرابي اللي فوق ده؟ عشان ده ملوش حل الا كده. عشان كده ان دي سنتريشن. طيب دي اشكال بقى يا دكتور. هو اكتر الكيمو ثيرابي ولا كلهم بيبقى
طب بص يا دكتور، دي الاشكال اللي موجوده عندك في الكتاب. دي شكل البابيلوم اللي هي بناين تيومر طالع من السطح، مش هو السته بينهم الدايره اللي قلنا عليها او نهر الرقمات. طب ودي برضه بولت بس بتتصايم مالهاش قلب، ودي بولت ليها رقبه في الامبيريك. ده بقى الترومبا اللي قلت لك عليه، فانجيزنج بوليفول او الارمونيزنج لايك مان. Projecting along the surface and projecting under the surface. Near us is the left edges of the coated flow in the way it is. وده الانجل اللي هي انفلتريتنج مثل لو بالعرض يعملها فريتشر دي. برضه نفس الاشكال اللي قلناها من شويه، دي عندك صوره للكتاب. طيب تعالى نخش على النوع الثاني، ده خمس ارقام طالعه من سطح، خمس سكر. خلي بالك في نوع عنده تيرم ثاني اسمه بيزل. طب عشان ده اسمه سكين. طب شاطر التيرم الثاني سكين هنجيب فيه ست البيزل ده النوع الثاني بتاع السكين. بس تعالى نشوف لو السرطان طالع من كولامنا وتظهر اي حته فيها كولامنا بجسم، ان شاء الله تفرد ميوكس زي كله. كله من الناس هتفرد ميوكس، لو قلب ماليجنت اسمه ادينوكارسينوما اوف ذا كولو. ولو سرطان طالع من الثايرويد ادينوكارسينوما اوف ذا ثايرويد، جلاند بتاع قلب الماليجنت. سرطان طالع من البيتري ادينوكارسينوما اوف ذا بيتري، اي حاجه تفرد تبقى جلاند، دي اسماء قديم. الماليجنت بتاعها اسمه ايه؟ ادينوكارسينوما عشان الاثنين. تعالى نشوف بقى يا دكتور الادينوكارسينوما، ده سؤال مهم جدا. يجي واحد يعني شوف الفكره شنو ما يجيلك، لازم يخش شنو ما يجيلك، وبتقول تيومر سكول اسئله. طيب ديز ار مالينجنت تيومر سرايزنج فروم ذا جلاند الابيثيليوم، نفس الكلام يا طالع من جلاند بتاع السطح زي الجي اي تي مثلا الستومك الكولو، او طالع من سوليد اورجان ديفرنس زي الثايرويد زي البنكرياس زي البيتويتري. يبقى يا اما طالع من الكولر سيرفس جي اي تي او اندوميتريا او اندو سيرفيس، اندو سيرفيس كلها من طالع من جلاند سوليد اورجان زي ايه بقى؟ اللي هم البروستات الاوفرين البريست السليبري الثايرويد البنكرياس. دروست شكل ايه؟ نفس الكلام طالما سرطان طالع من ابيثيليا دروست العنايه، يا اما خرومة فانجيتين بوليفويد، يا اما السر مالينجنت السر، يا اما انفيشن. دي بقى مهمه جدا تعرف الكلام ده ما كانش مكتوب في وقع من المصل مالينجنت تيومرز في الاول، كان لازم اقول لك في الاول عشان هنا مش واصفهم لك. هجيب لك اثنين ورقه بكره مبسوطين، لازم بكره تفكرني مين هيفكرني على الواتساب يبعت لي. ما تنساش الورقه بنص فيتشرز بتاعت المالينجنت. طيب ده لو طلع، ولو طلع بسوليد اورجن زي الليفر، ما هو الليفر ده جلاند يبقى ايريجولار انديفايند انفلتريتنج، لسه قايلين شكله كده. طيب كلمه كارسينوما يا دكتور يعني كاب لايك، مين كان كابوريا قبل كده؟ شكلها ايه الكابوريا بقى؟ كابوريا بيبقى ليها جسم اهي، يعني مثلا ده ليفر ليها جسم اهي وليها دراعات، هو ده الورق شكله كده. دي دراعات عشان كده طالعين انفلتريتد. ايريجولار يعني شكله مش مميز، لا هو راوندد ولا اوفر ولا ملوش شكل مميز. ايز ديفايند مش محدد المعالج، انفلتريتد متغلب. عشان كده انت لما بتشيله انت بتشيل ده اللي انت شايفه ده، الدكتور بيشيله ويشيل 2 سم. بس ده لما تشيل ده كله يتفضل مين بقى؟ اتفضل كده واحد هيرجع تاني في نفس المكان بعد شويه تكرر منه المكان تاني. عشان كده قلنا المريض نسيومك لما هنقول ديسك لما تشيله يرجع تاني في نفس المكان، يا اما انت مش شفتوش كويس ان اكيد في داتا في خلايا ما شفتهاش عامله دراعات، يا اما اللي جابه اول مره في نفس المكان الحته دي موبوءه فيها مشكله في الدي ان ايه بتاع متعرضه للاشعاع والكيماوي في الخلايا بايظه، فبرضه الكلام استكشف وهي بايظه. ما علينا تعالى نكمل كلامنا. بص بقى ده نفس الكلام رسومات ده كارسينوما انسايتو. ليه يا دكتور يا محمد؟ كارسينوما انسايتو البيزنس من غير تانيين، كل ده سرطان بس فوق بنقول عليها كارسينوما او بريدسليزي او سليم بريدسليزي. طيب وده انفلتريت كارسينوما، وده اللي واخد شكل الارضه بيدي انرجنت ايدج ورب كوفيت فلور اللي بيتغير من تحت اللي بيدي ايدج، وده البوليفويد عامل فوق كرومبا او رميد برضه بيتغير من تحت، وده الانجل اللي هو غالبا ده عرض بس لو في اوسيد اورجن لو في هول اورجن زي الاصابع النفس اللي قلناها قبل كده. فدي صوره بقى حقيقيه. بص يا دكتور واحد واحد يقول لي حضرتك لو قلنا ان دي الصوره الورم ده نقول عليه شكله ايه؟ لو واضح ان ده كله بتاع الهيدروجين بتاع الاستومك، بس في ورم اللي هو ده لا ده سرطان عليك. لا ما هو الجروس مش عارف ايه واحد من ثلاثه هو ده شغال جزء ده بص فيه جزء هو ده عايزين كارسينوما ازاي وانا عيني مش عارف اعرف الدكتور ازاي انا بشوف ده شكله ايه ده اكتر دي ريز ايفنتد ايدجز ولا حقوق يربي بودي كلو. طب
طب ولا ليبر مثلا ده شكله ايه في ده ليبر ايه الورم ده شكله ايه انفيلتريشن ايريجولار ان ذا سوليد اورجان ان ذا كونستراكت انفيلتريتنج ايريجولار ان ديفايند انفيلتريشن طب ولو ده ده مثلا نقول ده الكولو ده اهل الرموز ده النيوم ما علينا مش هون ده جرب عليه بقى ده بس في كم مفتوح ده في كم ايه الورم ده شكلها غريب ليه عامله اتيناي عشان تبقى ولد ترانزيت شباب بس في انواع ثانيه يعني ممكن
الجلاند دي لما تقل الماليجنس تبقى كده، وده احسن حاجه. نعم ممكن تبقى حاجات تانية مودريتي او بولي او اندر ترانشيتد مش شبهها خالص، زي ما قلنا في السكوما السكر فيهم. طب لو هي وندر ترانشيتد وشبهها عامله جلاند بس جلاند شكلها ماليجنس ازاي؟ غريب قوي. اولا زي ار ايريدرو ما هيش راوند ولا تيوب ويز نو ديفينيت ديزن برين، ما هيش ديزن برين زي بس يعني دي ما لهاش. زي اليوم از ار ايريدرو، اليوم قلت لك يا اما كذا واحد يا اما ده واحد بس، لا ده كذا واحد، يا اما واحد بس اكسنتك على جنب. طيب بس انت شو مالك نتيجه بتكتبها
يبقى في ويلد ترانشيتد ادينوكارسينوما في المودل دي على اسيناي فيوز دي شويه مع بعضهم. هنا مفيش اسيناي الا نادرا. بص دكتور هنا مفيش اسيناي الا نادرا واحد اهو اليومين اثنين اهو. وده بقى مفيش اسيناي خالص في الخلايا الواحده مفهوم اسمها اندر كنترول خالص. طيب بص بس كله فيه ما كله مليئنا. بس خلي بالك مين فيه هايبركروميتيزم قوي وبيومتك قوي الأخيرة الأندر كنترول طبعا شحال ما هي موصل مليئنا فيه. وخلي بالك من حاجة تانية ده لو هي عاملة اعتناري الله في نوع تاني على فكرة العنوان مفروض يكون جلانديولار كارسينوم. السؤال اللي بيجيلك يبقى الأكونت فيهم جلانديولار كارسينوم يعني ايه سرطان طالع من جلاند يا يكون عامل اسيناي ونقول عليه ادينوكارسينوم اللي في منها ويند ترانشيت الروبوتيك بوليو ترانشيت يا ان فيرز ميوسين نقول عليه حاجه مثل الميوكويد كارسينوما يا سيجنال بين كارسينوما ده اسمه ميوسين سيكريتين كارسينوم. يعني ايه بقى؟ بص يا دكتور المفروض دي حضرتك يا جاي عشان بس مش مشروح عندك. بص يا دكتور سيب لي دينا لو سمحت الجلاند دي الخليه فرز ميوسين كتير قوي تحوشت ميوسين وفرز الدم دي نفس الكلام ودي نفس الكلام حصل ايه ده؟ بص الجلاند ضد اثنين ميوسين دكتور اثنين بوع مفجعات لما فجعت الميوسين ملت ارضيه اسمها ميوسين ليك او ميوسين فول بحيرات او حمامات سلاح ولما الجلاند فجعت بقى فيه فتافيه. بص قطع من الجلاند كامل مفيش اكيناي اكيناي فجعت اما دي ايه؟ في خلفية ميوسين وفي بعض الخلايا اثنين خليتين ميوسين في بعض ثلاثة ربع أزناس نص أزناس مش أزناس كامل ده اسمه اكسترا سيلر ميوسين ميوسين بره الخلايا بره الجلاند عشان فرقعت كابش الأسنان. طب وساعات يحصل ايه بقى؟ بص الميوسين يفضل جوه الخلايا ما يتفرقش بره ولما يفضل جوه الخلايا النيوكليس بيتزق على جنب تبقى اكسنتريك والسيتوبلازم يا مليان ميوسين اللي ما بيتقدرش بيدوق اثناء التعقيد والخليه دي بيبقى شكلها كده اسمها سيجن فيلم خاتم الخطوط خاتم السوليدات. وليه يا دكتوره لو قلت لك كتبي لي واحد عنده سرطان في القولون لو طلع عنده ادينوكارسينوما وميوكويد وسيجن فيلم مين اعرفش واحد؟ برافو عليك سيجن فيلم مش هيعيش اكتر من 6 شهور. ليه؟ الخليه لوحدها سهله الانتشار حاجة ممكن تبلغ ضغط تعمل ده ثم برافو عليك ميوكويد ليه؟ خليتين ده ماسكين في بعض اصعب شويه من الخليه الواحده ثم الاسنس الكامل ده عشان يمشي ويروح ويخش في الضغط تيجي في الحركه عشان تبقى عارف السرفايفر ايه اللي عنده واحد عامل سرطان في القولون خدوا منه عينه وعملوا شريحه وجابوها لي وانا شفتها تحت الميكروسكوب طلعت ادينوكارسينوما اقول له كويس حظك حلو ليه؟ مينيموم هيعيش 5 سنين ده كلام بجد فرنوز بيت معروف احنا عايزين يعني طلع ميوكويد 3 سنين طلع سيجلترين مش هكمل 6 شهور هو الامر الفرنسي او 10 شهور حاجات متقاسمة يعني اللي عنده ادينو كارسينوما اقل حاجة عيشها 5 سنين اللي هما دول اللي عنده ميوكويد اقل حاجة عيشها 3 سنين اللي عنده السيجلترين او الامر الفرنسي هتعرف يعني هو عنده كارسينوما ده دي 6 شهور تعال نكمل كلامنا. اولا الميوسين سيكريتين كارسينوما هي في نوعين ميوسينس ادينو كارسينوما او الميوكويد ده كان كتير او كولويد كولويد ده هي الميوكويد هي الميوس كبار عم فيها فرزة الميوسين يعني دي ادينو كارسينوما هي تعتبر نوع من انواع سرطان من جلاند عشان كده كلمة ادينو كارسينوما دي كلمة عامة بس لو عايز تلاقي لو عاملة جلاند يبقى اسمها ادينو كارسينوما فرزة الميوسين تشوف بقى ميوسين اكسترا سيلر ميوكويد ميوسين انترا سيلر سيجنالين والاباندنت اكسترا سيلر ميوسين قلت لك اللي حصل ايه كل خليه فرزت الميوسين الجلاند اتمرت راح مفرقعه لما فرقعت الخلفيه كلها ميوسين اللي وقعت ان ده وقعت الارضيه في ميوسين فود او ليكس بحيرات او حمامات سباحه وفيها الجلاند اللي فرقعت فتفيه خلايا 2 3 ماسكين في بعض او سيجنالين لما بقيت نزلت شو انترا سيتوبلازميك ميوسين ذا بوش ذا نيوكليك اكسنتر ومش الاثنين مش عاملين اسمال ديفرنشيز يعني مفيش اسيناي لا دي ولا دي النوع الثالث بقى اللي هو اندر ديفرنشيز بص مش
لازم هلاس رقمي عامل كده كده مش عاملين جلان هما ليه خلايا مدوره كده عشان كده قال لك عليها سيرويدا 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 او ماكسينوما سيرويدا او اندر فرانشي دي لا عامله ارسيناي ولا فرده بيوسين مش مدياني اي اماره ان الخلايا دي طالع من جلانس الكاتيبريزيو يعني لا عامله ارسيناي ولا فرده بيوسين لا اكسترا سيلر ولا انترا سيلر اسميها ايه او حاجه واحده اندر فرانشي مش شبه الخط خالص مش ممكن تقول ان دول الخلايا المدوره اللي عاملين شيت هم طالعين من جلانس اصلا في يوم من الايام كانوا هما دي كانوا ارسيناي هما ايه شكلهم غريب طيب مدورين بقى اسمها ستيرويدال او اندر ترانشيتد او ماكسيما سيمبلكس وفي من نوعين منها بص الاهل كده عشان تبقى عارف يا اما خلايا قليل وفايبر تيشو كتير حواليهم دوره بيبقى ناشف ليه ليه؟ لان هي فايبر تيشو يعني تلاقي كده جروبس اوف مالينجمنت سيل قليله وحواليهم فايبر تيشو كتير قوي فيبقى الورم ناشف ده بنسميه سكيرس كده صح مش اس سي اتش لا اس اس سي في اتش بعدين طيب عكسها ايه بقى بص يا دكتور النوع الثاني الخلايا السرطانيه حجمها كبير وكثيره والفايبر تيشو اللي حواليها قليل عكس دي فايبر تيشو كتير عنيد عشان كده ناشف كلش لما دي فرق والخلايا السرطانيه حجمها كبير دي عكسها اسمها انكيفالويد كلمة انكيفالويد عكس كلمة سكيرس انكيفالويد يعني فرد سكيرس يعني ناشف سكيرس يعني ناشف خلايا سرطانية عددها قليل بس حواليها فايبر تيشو كولاجين كتير عنيد عشان كده الورم يبقى ناشف كولاجين عكسها ان الخلايا السرطانية حجمها كبير وعددها كتير وحواليها فايبر تيشو قليل يبقى طري اسمه انكيفالويد انه عنده طبع ايه؟ طبع الكارسينوما سيمبلكس او الاندر فرانشيا او الستيرويد اللي هم ايه بقى؟ ديز ار مالينجنت تيومرز اوف جلاندولا اورجن طالعين من جلاند انما ايه بقى؟ نايزر اكزيبت ادنال ديفرنشيشن اللي عاملين ادنال عشان كده مش قادر يسميهم ادنال كارسينوما ولا فاردين يوسين ما بقاش ولا ميكويد او سي 3 طيب مالينجنت سيلز فور سوليد جروبس اشهر اماكن ليها كل حته ممكن يطلع منها كان بريست او قاعد انما انا عايز اقول لك ان معلش هنجيب الكارد دي بعدين نكملهم يا اما سكيرس يا اما نبلرج نبلرج ايه انت فلوي سكيرس جروس كده تيما ديسكرايب ليه ناشف لو شفته بعينيك جريد يعني ايه بص الدكتور لو معاك خوخه قطعتها الاول تبقى ناشف او ما تقطع دخلنا جوه ده معنى ده معنى كلمه جريد خوخه تبقى ناشفه انت بتقطعها في السكينه الاول تبقى ناشف او ما تفتح حته تدخل الصوره ده احساس جريد فيرم جريدي از ديفايند طيب تحت الميكروسكوب بلينا سيلز اراوند هم دول and the form small fine groups حجمهم صغير surrounded by dense storm كولاجين حواليها قوي عشان كده هي ناشف كده عكسها المدلج اللي هي انكيفالوري جروس ذا تيمر از مور اكسبانسايد اند بيتر ديفايند يعني تلاقي فرق شويه واكسبانسايد ده سكيل اوف كارسينوما اند ابيرز ريلاتيفلي سوفت طيب تحت الميكروسكوب بلاقينا سيلز اراوند ات اند فورم لارج سايز حجمهم كبير خلايا جروس يوجوالي وذ مور ماركت نيكود اند ليتل little fibrostome طيب we spread the egg بس عندي في الصورة اللي احنا عاملينها دي مين يا دكتور؟ ده الميكويد كارسينوما ليه؟ اولا حضرتك فين النورمال سكين؟ فين هنا في الصورة دي نورمال جلاند ده دول نورمال كارسينوما بص دول مدورين كلهم وفيهم جولد سيلز ونورمال طب قال لي اتصاب ميكوزا الاقي بص خلفيه ده غلاوي ونسيب فوز او ليكس بيتقطع فيها بص فتافيت الدكتور بص على الطابور دي فتافيت مش جلاند جنب دي خلايا اثنين ماسكين في بعض واحده لوحدها هكذا طب الهاي باور اهي لو جيت بقى كده بالهاي باور نظر عليه اهو ده نسيب فوز او ليكس وفتافيت خلايا ماسكه في بعضها مفيش جلاند ولا ليوم مفيش مارينا الاسنان في خلفيه نيوسين وفي خلايا والخلايا اللي انت شايفها دي يا دكتور كانت في يوم من الايام كانت اسد واتقلب مليك من دفاق فالميوسين وقع في الارضيه وبقى في خلايا ماسكه في بعضها طيب وده مين؟ كاتيجي مين؟ زي رسمه بالايد مش هتستيجي مين انما دي حقيقه بص لو خبرت على دي مثلا
سيجن فين كارسينوم وخين جلد نيكس مجموعة على دم سيسفيتوبلازم يعني سيجن فين خدم السويتات خدم الخطوط عضلتك بحط سبايك هنا ده المونتيرا ده الخط الأنوار سيجن فين كارسينوم هي أشكال السرطان بتاع الجلاند خدنا شكل الأدم الكارسينوم اللي عاملة السيناي خدنا شكل الميوكويد خدنا شكل السيجن فين السيرويد بقى صورتها أهي دي حقيقة دي صورة دي مثلا ده الكولاجين ده السكيلوس كولاجين عنيف وادي الخلايا الرقمية اهو دي حقيقة ده سؤال فعلي ده كولاجين عنيف ودي خلايا رقمية سكيلوس طبعا مين يقول ان دول كانوا فيهم الانجلاند مستحيل عشان كده هم اندر كونشيب يعني مش ممكن تقول ان دول كانوا فيهم الايام جلاند كده عرفت ليه هم عند فرانشيز او عشان طيب ده في البريست على فكره السكر ده بيطلع في البريست ده بريست ده جار عليك على فكره ده الفت اللي على البريست طبعا البريست عشان نصين يعني ده النت اللي هي هترجعه تاني انا النص ده عامله كده ده فيك طيب لما فتحناه لقينا ورم ده كل ده ورم على فكره انفيتنج ان ده نت البر ده النوع البريس طبعا شو سرطان؟ انا دراعات نجيب البريس كله من الحنان لقينا السرطان هم كله طبعا ده نوع عليه تفصيل الأورجان irregular, indefined, infiltrating, non-calculating, dash white mass وفي كرب ماشي طبعا دي صور النسبة ده الفات بتاع البريس سير السرطان ده dash white كل ده dash white دي كلها سرطان طبعا مش هتقدر تجيب بنكهه ونهايه مش كده هو ايريجولار انديفايند انتجريت يعني ما هوش مدور طول اهو لا كل المنطقه دي جيش وايت دي كلها في الدراعات دي كل ده كده سرطان طيب ده فرق ده صوره عندك في الكتاب ده البناين ده الفايبر ادينوما اوف ذا بريست وده المالينا ساكسيناي ادينوما كارسينوما ساكن معاك بص بقى اللي هنعمله ده سهل قوي اللي هو ايه بقى معلش عشان في امتحان عرفت الاعلان بتاع الامتحان لازم اخلص كده احنا خلصنا الابيديل تيومر خدنا البناين يا اما ادينوما يا اما سوري يا اما ادينوما يا اما ادينوما البناين الابيديل تيومر وخدنا المالينا اللي هو ايه يا اما سكوما كارسينوما طلع من سكوين يا اما طلع من جلاند ادينو كارسينوما واتكلمنا عليه التفاصيل طيب نخش على مين بقى سيبك من الابيديل الميزنكايمال تيشو الميزنكايمال تيشو اللي هو بيديك فات بول انت رجع للجدول تاني يعني عايز انا اعرفك ايه هو الميزنكايم بالظبط عشان في ناس ضايعه الميزنكايم اللي هو ده يا دكتور احنا قلنا قبل ما تيجي تشوف خالص الدكتور اللي انا بتكلم عشان يكون دول اثنين الميزنكايم اهو الميزنكايم يا اما كونكتد تيشو يا اما سموث ماسل يا سريد الماسل يا اندوثيليوم يا ميزوثيليوم يا سينوفيوم والكونكتد تيشو في عباره عن خمس حاجات فايبر تيشو اديبوز تيشو بريميتيف ميزنكايم وبون وكارتج كل ده يبقى كونكتد تيشو لما الميزنكايم يشمل كمان سموث ماسل سريد الماسل اندوثيليوم ميزوثيليوم وسينوفيوم ده اللي احنا قلناه طيب تعالوا نشوف البناين والمالينا البناين ميزنكايمال والمالينا ميزنكايمال على فكره معظم البناين هناخده يعني كلام سهل هيعرض الشرطه ما يفرقش فيه ما فيش اختلاف كتير طيب البناين اللي كان تيومر حدث طالع منين؟ طالع من الفات لايكوم طالع من الكارتش كوندروم طالع من البول اوستيوم طالع من فاكر تيشو فايبروم وهكذا فايبروما بناين تيومر وفايبروبلاست لايكوما بناين تيومر وفات سيلز طب المالينا ده على فكره دول هناخدهم في الترم الثاني في شهر شفر في صوت تيشو طيب دلوقتي بناخد يعني كده تفتيح كلام المالينا بقى دكتور اسمهم الساركوما الساركوما مور كومن في الصغيرين تحت سن 20 سنه بنتكلم عليه دلوقتي دي فورم بلاج باث في شي ماس على فكره كلمه كارسينوس احنا خدنا اللي هي كارسينوم سرطان طالع من الجبينه شكلها كراب لايك كراب لايك يعني شبه الكابوريا انما كلمه سارك اللي هي ساركوما سارك يعني لحمه للورم الاطاري مليان دم مش اللحمه ساركوما يشبه اللحمه سارك
طيب they are more expansive than carcinoma. يعني ايه السرطان كارسينوما تحب تتغلب انفلتريت وديستروي اللي حواليها. السرطان لا ريد ماين تدوس على اللي حواليها وتتغلب بسيط. بس مين اخطر السرطان ولا كارسينوما ليه؟ عشان ايه اللي بلصق السرطان اول ما تطلع الواحد وما احنا نسمعه تعرف ليه دلوقتي تعرف الخلايا شكلها ازاي فهي دي بتتعرف اسرع. عشان كده السرطان على رغم ايه ان شكلها ما يروحيش لو شوف شكلها يزق اللي حواليها بس مش متغلغل ما يدمرش اللي حواليها غير بسيط. كارسينوما تدمر اللي حواليها تغلغل جامد بس الاخر السرطان على طول ممكن تدمر. كارسينوما قلنا الفرق تحب الليمفاتكس الاول مع الايه زي سبريد ايه باي بلاد ودي سبب خطورتها. تعالى جدول ده على فكره انا جبت الجدول ده في امتحان الماجستير انف واذن الابريل اللي فات سوري مش بريد في التامبه بس الشهر اللي فات وبنتحن بنتحن بجيب سؤالين في الجنرال وسؤالين في السنتر سيستمك اي ان اي بس الجنرال بقى اي حاجه بقى يكون ذاك الجنرال من غالبا سؤالين في التيومرز هو اهم حاجه يعرفها. فجبت له جدول بقى كومبير كارسينوما انسركو حاجه يعني المفروض يكون عارف. تعال نشوف الفرق بينهم ايه. الكارسينوما مالينا انسيما بالكتيريا والسركوما مالينا انسيما غمزين كان يعني لو فات ألف اسمه ليفوساركوما فايبوساركوما كونغوساركوما أوسيوساركوما وهكذا لايوماينوساركوما رابدوماينوساركوما وهكذا. طيب الكارسينوما من رحمة ربنا موسكم لأولا تطلع فوق سن 40 سنة وما بتموتش بسرعة مش إيه اللي دكتور إنما الساركوما إيه اللي دكتور موتك 3 شهور ملهاش حل. الساركوما ماتش ليس كومن ودي من رحمه ربنا. طب الكارسينوما الايج نوت يوجوالي اباوت ذا ايج اوف 40 فوق سن 40 سنه بس ممكن واحد صغير يجيب كارسينوما ممكن كل حاجه فيها اكسبشن. الساركوما غالبا بتيجي تحت سن 20 سنه 14 18. طيب الكارسينوما الجروث ريت رابيد والساركوما اسرع دي رابيد دي فاست. اما مين السلو بنايت. طيب الموضوع بس الكارسينوما بتتغلغل وتدمر الفتريت ان اكسبانسايد يعني الاثنين بتدوس على العلاج وتدمر انما الساركوما اللي قلنا ما هيش ده الكارسينوما هي بتنمو بسرعه بس بتزق اللي حواليها وبتعمل انفكشن بسيط. طيب تعال نشوف الجروس الكارسينوما احنا خلاص قلناها سايز يوجوالي ليس باز يعني حجمها اصغر شويه الكارسينوما حجمها اصغر الساركوما حجمها اصغر. طب الكارسينوما غالبا بتبقى ناشفه فيرم نقف هنا بقى فكرة دكتور بما انك شاطر ليه كارسينوما فيرم؟ خدش بالك بقى مش بس لا ليه كارسينوما فيرم او خام مش هارد هي هارد يعني زي المحيط لا فيرم يعني ناشفه اقل من هارد. ليه بقى؟ هي فيرم ليه في الحواليات؟ تدخلت بتعمل ايه بتاكل الحواليات بتدمرها بيعمل ايه انفايت؟ الحته اللي بياكلها مش هتفضل حمر هيبقى فيها يعني هي نينج بفايت روبي وعشان كده لونها جيش وايت فايت بس جيش وايت ميكسر ما بين الكولاج وخلايا سرطانيه والهيلينج بفايت روبي عشان كده هي فيرم موزيس. انما الساركوما لا يا حبيبي الساركوما دي لحمه احنا قلنا كونزيستنت ليجل سوفت اند فليش مليانه دم. بص على فكره ده تاني سبب هي خطيره هي ليه ايه اللي ده مليانه دم بخلايا سرطانيه ليها اكس هنا طريق عقوش اول ما الخلايا السرطانيه دي موجوده مليانه ضغط بس كتير قوي بسرعه في مطر بيها عشان هي مليانه بس بص طيب الكالر الكارسينوما جيش وايت الساركوما تبقى لونها احمر بينك ليه مليانه دم بس كده. طيب الابيرا شكلها ايه بقى هنا برضه احنا بنت حد في صورة اوركان الريجولار الريفاين انترفيس طب لو تشاف يا كونجيتنج بوليفويد يا اوتريتنج يا انتريتنج اللي عمل الكتاب وقع منه الحته دي خالص يعني. طب والساركوما دكتور قلنا لارج بالكي واكسبانسايد حجمها كبير وش شكلها دلوقتي لارج كبير بالكي واكسبانسايد بتزق اللي حواليها. طيب انا عايز اشوف الساركوما يا دكتور دي شكل الساركوما اولا تحس ان هي لحمه فليش وبصمه ولونها قلنا بينك ليه او بيش بينك عشان فيها دم كتير قوي
ده منظر السخون. ماشي؟ تعالى ايه تعالى ايه تحت الميكروسكوب احنا قلنا كارسينوما، خلي بالك قد ايه الانابليزيا فيها، غالبا فيها انابليزيا، بس مين انابلاستيك اكتر في السخون؟ يبقى دايما السخون اوحش، بدمه اسرع، والحاجه الوحيده اللي حلوه فيها السخون ما بتضمرش حواليك. بس فيما عدا هذا هي اوحش من الكارسينوما كل حاجه، دمه اسرع، بتعمل بلاد سبريد، وزي ما انت شايف كده الخلايا نفسها تحت الميكروسكوب شكلها اوحش، يعني ايه هايبر كروماتيزم اكتر، نيموفيزم اكتر، انكريز انسيوليشن اكتر، مايتوز اكتر. طيب السيكوليجن نقعد بقى هنا دكتور، السيكي كارسينوما قد ايه الخلايا ماسكه في بعض سيكوليجن؟ إذا كانت كارسينوما أربع جيد وإذا كانت جيدة موضوع في الأولى ما لا الساركوما اثنين بس يقول عليها ديفرانشيد يا أن ديفرانشيد حاجة سهلة بسيطة بناء على إيه بقى؟ بص بقى أي ساركوما في الدنيا يعني سرطان طالع من البون، سرطان طالع من الباب، سرطان طالع من الكاتر، سرطان طالع من الكاتر، من أي حتة والخلية شفناها كده ايه ده؟ بس بين دي شيبس ودي سيكوين مش مسكين ببعض ده لو هي ديفرانشيت. طب يعني ايه ديفرانشيت؟ لو هي قوس الساركوما هلاقي كده يعني كده معاهم. طب لو هي كونو ساركوما ساركوما بتاعنا كارتج هلاقي كارت كارتج تاني. طب لو هي فايبرو ساركوما هلاقي كل ده فيها حاجه تدليني طبعا منين؟ مش كده بقى ايه ديفرانشيت. طب لو هي قطت منشيت لا فين الشيب سيجنال وبقى بيني بقى العيب ضاع منين؟ يعني ايه؟ يعني هل دي كوندو ساركوما عرف؟ طب بص ساركوما عرف منين؟ طب فايبو ساركوما عرف ازاي؟ اعمل لها ايه بقى؟ امينو هيستوكيميك. يعني ايه امينو هيستوكيميك؟ انا محضر الانتي بادي بره بتاع الكولاجين فايبو ساركوما او بتاع الاس ساركوما العظم واصبغها الخلايا دي. لو اتصبغت يبقى ده الانتي بادي بتاعها، ما اتصبغتش يبقى مش هي حاجه ثانيه. اجرب بقى كل الفن، كل الفن اللي يعني ايه اصبغها كل حاجه اللي هتمسك فيه يبقى هو ده. نسكت في الصبغه بتاعت الكولاجين يبقى ده فايبر ساركوما، نسكت في الصبغه بتاعت الدمغ والبون اس يبقى دي اس ساركوما اللي هي الخلايا دي. ما انا محضر اوريدي الانتي بادي بتاعها وده الانتي، فلازم اللي هنمسك فيه وانت طبعا مديله لون الصبغه دي ليها لون. انا عملت الاقي الخلايا اتلونت بني لو هي بتاعها بالظبط، لو مش بتاعها مش هتصدق مش هتمسك فيه، طبعا مش هتمسك فيها مش هتلون. طب انا نجد اشوف حاجه ثانيه غيرها وهكذا اجرب كل حاجه لحد ما اوصل للانتي بادي بتاعها. دي اسمها اندفرنش. على فكره سواء بقى ديفرنشيتد ولا اندفرنشيتد الخلايا زي ما انت شايف مفيش سيف كوليجن وده سبب خطوره السخونه. ليه السخونه هي بالظبط كده؟ عشان كده سواء هي ديفرنشيتد ولا اندفرنشيتد مفيش سيف كوليجن كل خلايا لوحدها خلايا الحركه زائد ان حواليها بلاد ليفل كتير وفاسكولار هتموت فيهم بسرعه. هي اكسس بلاد ليفل مش هتفتح طريق لسه ده هو بلاد ليفل جنبيها. مش احنا قلنا ان ما بتضمرش فعلا. ما هو التدمير ده مش حاجه هي بتنزل بقى. لا انت قصدك هنا عشان بتعمل لا ما هو خلي بالك برضه ما هو ده تيومر الخلايا بتتخرج بعمر. خلي بالك كمان في لسه ما وضحناش الميكانيزم. طالما مفيش حاجه لمسات ولا ايه تتخرج بعمر النو تايم ما هو الحجم ده كله البارك ده ايه فرضان فبياكل الوقت يعني بتتكسر بعنصر مش حاجه لمساها. تعال نكمل يبقى الانابيزيا ليس ماركت ان مور ماركت كوهيجن نيو بلاستيك اكزيبت فاريبل جريد اوف كوهيجن يعني حتى بقى بس بور في الانابلاستيك كارسينوما كونكت تيشوز اراوند جروبس اوف سيلز اند نوت ان ميديو تيست. اما هنا هنا السيل كوهيجن اوبن اكسن سواء بقى ترانجيت ولا اندر ترانجيت اند تيومر سيلز اوف كيرسين كونكت تيشوز اكسترنال
matrix around in people's type. Blood vessels this market for carcinoma. More market for sarcoma. In necrosis or hemorrhage, you see people necrosis or hemorrhage, عشان malignant. بس مين في necrosis or hemorrhage أكثر sarcoma, لأنه مليان blood vessels بيعملها بسرعة. على عجل أسرع من carcinoma حتى. ومليان أكثر. طيب. Distance spread. الكارسينوما غالبا الأول بتبقى slower وبالinfection. إنما sarcoma تبقى faster وبالblood. طيب. دي شكل sarcoma. اخر حاجه بقى تيومرز رايزنج فروم ليمفويد اند ليمفويد فورم. خلي بالك يا دكتور، لو وقعت دي ليمفوما مفيش منها دناين، ليمفوما از مالينج، عشان يجي لك ترو فورس مثلا، او يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از مالينج، يحط لك حاجات دناين ويحط لك كتير ريسك ليمفوما. مفيش ليمفوما بناين، ليمفوما هي سرطان طالع من الليمفوسايت مالينج. طيب والليوكيميا سرطان، ايه الفرق بين الليوكيميا والليمفوما؟ ايه الليمفوما ايه الليوكيميا؟ لينفوما ليمفوسايت اريتمالي. طب والليوكيميا الوايت بلاد سيلز خلاص، طب ما الليمفوسايت دي وايت بلاد سيلز. لا، لو طلع عمليه في النوز او سبلين يبقى ليمفوما، طلع من بون مارو اسمها ليوكيميا. طب هل تعلم ان في حاجه اسمها ليمفوما ليوكيميا او ليوكيميا ليمفوما؟ يعني ايه؟ يعني الوايت بلاد سيلز قلبت مالجنان وراحت راشقه في النوز او سبلين في كده، تمام؟ في تيرمز كده، المهم بس اختار الليمفوما سرطان طالع من الليمف نود او السليم، الليوكيميا طالع من الوجبه تطلع من بوم مرض، خط انتاج البوليمورس باظ، خط انتاج الليمفوسايتس باظ، ما تبقاش ليمفوما طالع من بوم مرض، تبقى الليوكيميا بتاعت الليمفوسايت. تفرق لو من الليمف نود او السليم ليمفوما، لو من الوجبه من بوم مرض يبقى اسمها ليوكيميا. بعدين هناخد الكلام ده بتبقى هاخد الليمفوما وهاخد الليوكيميا الترم الثاني. طيب الساعة كام معاك؟ الساعة 4؟ كفاية كده؟ المعلومات كتير عليكم. طيب بكرة النهاردة العمل الساعة 2 مثلا، بكرة دي هنكمل. اوعى تقلق يا دكتور، يوم ما انت شايفك كده.